أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. راديو اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي اختارت تسمع اي اف ام وين ما كنتوا موجودين. معكم من توا حتى المدي ساعتين اخباركم انتم، اخبار الناس، اخبار المواطنين. كونوا فاعلين في جهتكم واتصلوا بينا، بلغونا اخباركم على 58 550 707. وسيمة صافي في الاعداد، نور في الاخراج، ايمان وايهاب على اي اف ام تي في. هذه مع الناس لليوم حلقه 31 اكتوبر. مع الناس في نشره اخبار المواطنين، انت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. في حلقة اليوم البداية بشكون من الكيف، عون ديوانا يحرق زوجته حية ويحاول حرق بنته داخل المدرسة. سليانا باش نرجعوا الحكاية اللي توفى فيها حارس معهد عم ناول، وقيل انه انتحر، ولكن الابحاث تكشف حادثة وجريمة اغرب من الخيال. عشرات الطلبة والمواطنين يلقوا فلوسهم ناقصة من بطاقات السحب الإلكتروني الأودينار. شنو تفاصيل الحكاية؟ نرجعولها بعد شوية. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. ربي يحفظنا الناس الكل. هيت نبداو حلقتنا اليوم من الكيف مع جريمة بشعة أثرت الرأي العام. عون ديوانا يحرق زوجته حية ويحاول حرق بنته داخل مدرستها. عشية السبت 29 أكتوبر 2022 توفيت المرأة في المستشفى الجهوي بعد ما تعرضت إلى عملية حرق من قبل طليقة اللي صب عليها مادة البنزين، حرقها بمقر سكنها بمدينة برنوسة. شنو تفاصيل الجريمة الشنيعة هذية؟ في مراسلة المواطن الصحفي رمزي بالأخضر، أهلا وسهلا، مرحبا بك رمزي. لو كانك حاضر، لو كان معنا مازال شويه رمزي تنتحصلوا عليه، رمزي بالاخضر اللي باش يعطينا تفاصيل الجريمه هذية اللي صارت في الكيف كما قلنا نهار 29 اكتوبر 2022. الاعتداء تم على الزوجه من الاول اللي توفيت، الله يرحمها وينعمها، ان شاء الله ربي يصبر عائلتها الكل والطفله. نحبوا نعرفوا حالتها ووضعيتها، خاصه انه حاول يحرقها داخل المدرسه نتاعها. كيفاش وصل، كيفاش دخل المدرسه، شنو اللي صار مع الطفله؟ هذا الكل باش نعرفوه توت سويت. معك رمزي بالاخضر، مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا بكم. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا بذاتي يا فهم كل مستمعي يا فهم. مرحبا بكل مستمعينا في الكيف. زيدا سي رمزي بالاخضر، حابين تكون معنا في اخبار خير من هكا، ولكن اليوم نحكيه على جريمه بشعه جدا الحقيقه. الضحيه الام والطفله. زيدا نحب نعرف شنو اللي صار معها، كان تعطينا بسطه على الحادثه كيفاش صارت. هي ماهيش حادثه، هي فاجعه. هي الحق تعربي، انا ضد المراه، العنف ضد المراه بجميع انواعه المعنوي والمادي، لكن هذه جريمه وجريمه بشعه. السيد عون ديوانا فقط كيف على خبر انه عون ديوانا اعتدى على مرته. تسمع اعتداء نقوله مثلا عمليه اعتداء مثلا لفظي ولا مادي نجم يكون بسيطه معناتها، لكن هذه وسط حتى الحرق. يا رسول الله يا ربي، انسانه راي مرتك، راي ام صغيرك، راي عشيره عمرك كما نقول نحن، ما كيفاش توا وقلبه، كيفاش اعطاه مخه انه يخم بالطريقه هذه، يوصل المستوى هذه من الجريمه. ما نعرفوش فقط كيف انه عاون ديوانا روح لداره، نجم تقول بالنسبة لي أنا هذا راه موقف شخصي، معناتها أنه هذا راه موقف شخصي ما يلزمني وحدي. خطط لها معناتها إيسونس أب ليسونس، مش عارفة النار، وبقى يخزر لها حتى وهي تتحرق، ومعناتها لخمم في مصيره هو، لخمم في مصير بنته صغيرة زادة ثقرة. سي رمزي، وقتاش صارت الجريمة هذه؟ الوقت الجريمة هذه صارت ما حكيت من بعد نص نهار، معناتها حكيت مع العصر هكاك قبل شوية بعد شوية توقيت بالضبط ما نعرفش. هو لو كان عندك المعلومة، فما خلافات سابقة بيناتهم صار عليها المرأة هذه الله يرحمها، اعتداءات سابقة من قبل زوجها؟ هي الأخبار تقول إنه فما خلافات ما بيناتهم، لكن صار اعتداء عليها هي تبقى من بينتهم هما الاثنين، اعتدى عليه معناتها الطريقة هذه ما نعرفش. لكن هنا خلافات ما بيناتهم، نجم تكون على حكاية خلافات مادية والى خلافات عائلية، معناتها كما كل عائلة. ما توصلش انه الراجل يكون حيوان، سامحني في اللفظ،
بالنسبة لي أنا نشوفه حيوان أنه يحرق مرته ولا يوصل يخمم بالطريقة هذه. شو الطفلة سي رمزي البنية اللي حاول زيدا يكمل يحرقها في المدرسة متاحة، عندك تفاصيل متاع هذا؟ هو مش حاول يحرقها في المدرسة متاحة، هو حاول أنه يمشي يجيب، ما أنه أبوها يعرفوه في المدرسة ما طيعته بنته عادي جدا. أي. خمم أنه يمشي يكمل يجيب البنية ويحرقها كيف أم في الدار، في دارهم أنت مش في المدرسة، حاب يهزها من المدرسة للدار باش يكمل الجريمة متاعه اللي بديها مع مرته. أي نعم، ولا خاطر في المدرسة ما نجمش، وما أصلا إنسان مخه معناتها ما نجمش يحرق بنية صغيرة في مدرسة. وضعية الطفلة اليوم هو روح بها مع شان يصار؟ الطفلة وين موجودة حاليا وشان يصار معها؟ الطفلة حاليا في مركز رعاية الطفولة والأسرة، بطبيعة يعتني بها نفسيا وموفرين لها كل شيء، الحق ربي مشكورين. أعوان الأمن زادة مشكورين أنهم بجناح السرعة قبضوا على الجاني في منطقة في ريف من أرياف الكاف، وهو خارج بعد ما أنهى الجريمة متاعه. هارب، كان هارب؟ أي نعم، أي نعم. في اتجاه وين هارب؟ عندك معلومة كان مش يخرج من تونس؟ وين ماشي؟ شنو الوجهة متاعه؟ لا، هو البلاصة اللي تشد فيها بيعطى طريقة زائرة، فما هيش بعيدة برشا على الكاف، بعيدة قرابة 15 كيلومتر على الكاف سنتر على مكان الجريمة. والكاف بتبعت الكاف سنتر وتزير 40 كيلومتر، ما هيش مسافة بعيدة برشا. عندك فكرة على اعترافاته؟ عندك فكرة على أقواله؟ أكيد الناس تسمع في الكيف، عندك فكرة وصل لك؟ هو لحد هذه اللحظة فما عدد التحفظ، مش ما نقولوش تحفظات، لكن الأخبار كلها تبقى إشاعات ما دام فماش ناطق رسمي خرج من الأمن معناتها وعطى تصريحات رسمية، ما نصدقش، أما تبقى كلها إشاعات. برشا روايات، برشا روايات، ما فما جريمة شنيعة كيما هذيا. إن شاء الله ربي يصبر عائلتها المدام اللي توفيت الله يرحمها، موتة ماهيش عادية، محروقة بالنار من شريك حياتها اللي اختارت باش تعدي معاها عمرها، ولكن لقات حدفها على يديه هو. وأنت كنت بديت كلامك بهذا سي رمزي، ما يصيرش نذكروا به، راهو الاعتداء اعتداء، راهو لفظي وإلا معنوي، راهو كيف راهو كله اعتداء، ما تسكتوش على الاعتداءات هذيا، هاي نهايتها ومش أول مرة احنا نحكيو على اعتداءات ضد النساء. شوفوا النهاية، يخسروا حياتهم وبنتها شنو كان ينجم يكون مصيرها لو تمكن منها روح بها للدار، كانت نجم تلقى نفس المصير مع والدتها. عندك تفاصيل اخرى سي رمزي تخص الحادثه؟ سامحني تو، بالنسبه لي تخميمي الوحيد في البنيه الصغيره مسكينه شنو مصيرها كيف تكبر، تعرف اللي بوها قتل امها وبوها في الحبس، بشنو باش يكون مصيرها؟ ان شاء الله تتلقى الرعايه النفسيه اللي تستحقها الكل. حبيت نعرف معك هل عندك تفاصيل اخرى بخصوص الحادثه؟ اي ولا لا؟ حاليا تفاصيل اخرى ما فماش، لكن وعد من عندي اذا كان فما تفاصيل اخرى انا نتصل بكم انتم ونعطيكم تكونوا انتم السباقين. حول يعطيك الصحه، شكرا لك المواطن الصحفي رمزي بالاخضر اللي كان معنا من الكيف. جريمه شنيعه صارت نهار 29 اكتوبر، توفيت المراه الله يرحمها في المستشفى الجهوي بعد ما تعرضت الى عمليه حرق من قبل طليقها، صب عليها ماده من البنزين وحرقها قدام عينيه، وحسب المواطن اللي كان معنا سي رمزي يقولنا قاعد يتفرج فيها الى ان احترقت بالكامل. ربي يلطف بينا وكها، واو طفلة إن شاء الله يكون مصيرها أحسن، إن شاء الله تتلقى رعاية خاصة نفسية اللازمة، خسرت أمها الله يرحمها في حادثة مفاجئة على غفلة، طفلة كانت تقرأ في المدرسة، الإخبار اللي باش تلقاه شنو؟ والله بوك حرق أمك، إن شاء الله ربي يكون في عونها وفي عون العائلة الكل، ربي صبرهم على اللي صار عليهم هذايا. إحنا بنزلنا معكم في مع الناس من بعد شوية باش نمشيو لسليانة، كما قلت لكم باش نحكيو على جريمة غريبة جدا بعد عام، بعد ما الجريمة هذي هي مش تقيدة المجهول، ليه تقيدة انتحار على أساس السيد انتحر، ولكن بعد مدة يكتشفوا أنه فما جريمة والاعترافات تجي بأنه فعلا تم قتل السيد هذايا، واللي هو كلكم ولا العديد منكم يعرف حكايته، واللي هو حارس في معهد، نرجع لكم بعد شوية لتفاصيل الحكاية وخاصة كيفاش اكتشفوا أنها جريمة. استنونا في مع الناس، نذكركم مرة أخرى أنتم لو كان عندكم حكاية تحبوا توصلوهم في جهاتكم وين ما كنتم موجودين في أي بلاصة في أي معتمدية، تكلمون على 58 550 707، وسامة صافي يتلقى اتصالاتكم وتكونوا موجودين معنا أنتم وحكايتكم في مع الناس اللي
تتواصل معكم حتى المديسياتين لما توفاصل الصغير وراجعين. بكم من جديد مازلنا مواصلين حتى المديسياتين. أخباركم وين ما كنتم موجودين تطلبون على 58-550-707 وتسمعوهم وتوصلوا أصواتكم في نصيف ساعة هذية من مديساعة ونص حتى المديسياتين. قبل شوية كنا موجودين في الكيف نحكيوا على جريمة بشعة جدا لهذا الترائي العام الحقيقة وكل من سمع بها حتى حد لا يتمنى اللي صار حتى العدو وإحنا نقولوها في الكلمنا العادي التونسي ما تتمنيهش حتى العدو كل موتة هذه إن شاء الله ربي يرحمها وإن شاء الله ربي يصبر عائلتها كما قلنا وبنتها نتمنيه وإنه مصيرها يكون خير برشا وتتلقى رعاية اللازمة والكافية. وهذه رسالة مرة أخرى تتوجه لنسيردو بيكم تسكتوا على العنف هاكم تشوفوا النتيجة وين تنجم تأدي. حاليا باش نمشيو لسليانة ونحكيو على قصة جريمة أغرب من الخيال. الحكاية ترجع لعمناول وين توفى حارس المعهد وقالوا إنه انتحار لا يرحموا ينعموا وبعد القيام بكافة التحقيقات تم غلق ملف القضية نهائيا وتحديد سبب الوفاة بالانتحار. تعدى عام وظهرت تفاصيل جديدة كشفتها طفلة كانت تهذي كل ليلة خلال نومها عن تفاصيل الجريمة وهي راقدة تقول في كلام البنات اللي يسكنوا معاها تسرب لهم الشك وقاموا بتصويرها فيديو هي تحكي في النوم انها قامت بقتل الحارس في سليانة بسكب مبيد حشرات في فنجان القهوة متاعو وقاموا بتسليم الفيديو هذا الى الفرقة العدلية اللي استنطقتها لين انهارت واعترفت بارتكابها جريمة قتل حارس المدرسة الخاصة بالتعاون مع القيم العام للمعهد. جريمة غريبة يحكينا على تفاصيلها الاستاذ علي بودخان. اهلا وسهلا مرحبا على اي اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا بك سي علي. مثالش احنا اغلبية المستمعين يعرفوا الحادثة ما كان ذكرنا بها والله هي حادثة السابقة تنجم تكون في مثل هذا الوقت. هي وحارس لمعهد بسليانة من الأول مشى الملف في اتجاه كونه عملية انتحار قام بها هو بنفسه أودت بحياته. التفاصيل ما كانتش معروفة لا للقاضي ولا للداني وحتى الأسباب يمكن حتى تم توصيفها على أساسه كونه تورط في افتعال وثائق لا أصل لها ومسك واستعمال مدلس لشهائد معينة وبالتالي تم غلق الملف على حالته تلك لأنه ظهرت معطيات جديدة في الأيام القليلة هذه. قلبت الوقائع الكل وبش تحاول تحل القضية. عرفتنا على عقب وبينت معطيات كانت خافية تماما يعني على أنظار السيد بعد البداية وحتى على النيابة العمومية حتى على قلم التحقيق واللي تبين بالكاشف وكونه الواقعة هي ليست عملية انتحار ما يمكنش توصيفها بعملية انتحار هي ما يمكن توصيفها من حيث المبدأ إلا بعملية قتل مع سابقية القصد. هي عملية قتل مركبة تحتوي على أطراف تحتوي على تخطيط تدبير فعل أصلي وشريك وبالتالي انطلقت الأبحاث. سي علي كما قلنا هكا صار طفلة بيتة في الليل ترقد تحلم تقعد تحكي تعاود اللي صار في الجريمة صوروها وهزوها للشرطة هكا والله أنا, انا 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 احتراما لسريه الابحاث حقيقه يعني ما نجمش نخوض في التفاصيل اما نجم نقول لك إيه عم انه هذايا معطى من بين المعطيات المفصليه اللي انطلقت منها الحادث واللي تعهدت بها فرقه شرطه العدليه بقصر رهلال واللي فعلا مشكوره قامت بكل ما يستوجبه القانون في ظرف وجيز وتم حاله الملف على انظار النيابه العموميه اللي بدورها باش تقرر في شأنه ما تراه مناسب وبالتالي باش تحل تحقيق. سي علي حبيت نعرف أسباب الجريمة على خاطر هوني تقول بتعاون مع القيم العام المعلومات اللي عنا شو أسباب الجريمة إذا ما تحلت الأسباب احنا باش ندخلوا في ما هو أصلي أما مثال أسباب الجريمة ما فيش مشكلة على الأقل هو علاقة افتعال الوثائق التي لا أصل لها هي عندها علاقة أساسية بالقيم العام على الأقل وعندها علاقة أساسية خاص التليفون عادوا نرجعوا له. مثال سي علي بودخان نحبوا نعرفوا شنو الأسباب يقولنا تزوير وثائق شنو الحكاية نحبوا نعرفوا أسباب الجريمة لأداة الجريمة هذية بين أنه ماهيش عملية انتحار كما قلنا في معهد سليانة الحارس تم قتله بمبيد حشرات تحط في القهوة متاعه وشربها وتوفى هذيك علاش قيل وقتها أنه عملية انتحار ورجح أنه السيد انتحار وتسكرت القضية وتسكرت الأبحاث ولكن معطيات جديدة ما نعرفش لو كان معانا سي علي بودخان ولا نتعديوا الحكاية اللي بعدها سي
علي باش يعطينا بعض التفاصيل الاخرى اللي بقات ناقصه ونحبوا نعرفوها اكثر وهي اسباب الجريمه. سي علي معايا؟ معاك، مرحبا بكم. مرحبا مره اخرى سي علي، شنو اسباب الجريمه؟ هو راهو الاسباب في خصوص افتعال الوثائق ومسك واستعمال مدلس هي اصلا لها علاقه بثلاثتهم، يعني بالقيم العام درجة أولى لأنه موظف عمومي ويكتس في صفة الموظف العمومي وهو الطرف الأساسي والرئيسي في الواقع. الحارس أيضا طرف في الموضوع، لكنه عملية الانتحار بعيدة كل البعد على هذه الواقع. وأصلا الفتاة أصلا اللي اكتشفت عن طريقها الوقائع الشديدة موضوع القضية هي أصلا كانت ضحية وكانت تدعي أنها ضحية وكانت قائمة حتى بالحق الشخصي في البداية بخصوص شنو على ثانية متضررة يعني من واقعة افتعال الوثائق التي لا أصل لها. بربي شنو حكاية الوثائق سي علي؟ خاطر احنا نحبوا نعرفوا، مانيش فاهمين حكاية الوثائق شنو هي، تزوير الوثائق اللي هما شنو بالأساس؟ أنهم الوثائق اللي مزورينهم وشكون اللي زور فيهم؟ هي شاهد الحضور ومجاورهم الذي يعني أي عام يعنى بما هو بكل ما هو إداري. وشنو دخل الحارس في هذا؟ من شهائد ومجاورهم فهمني، وبالتالي هي كانت تسعى باش تتمكن منه بخدمات معينة وباش تستفيد بطريقة أو بأخرى، إلا أنها ما استفادتش من الموضوع هذا، فكان توجهها الانتقام بدرجة أولى. وقت اللي تكشف الأمر زاد نتاع الموضوع هذا واللي تم حتى تناوله إعلاميا، فهمتني، أراد الأطراف نقول احنا يعني لملمت الموضوع أكثر ما يكون أمني بالطريقة هذه. واضح سي علي بودخان، يعطيك الصحة على بعض المعطيات اللي قدمتهم لنا، مشكور، شكرا ليك. احنا باش نكملوا نتابعوا الملف هذايا وكل ما فما جديد نمدوكم بالتفاصيل الأخرى، أما توا خلينا نمشي لحكاية الطلبة وشنو حكاية بطاقات السحب الإلكتروني نتاعهم اللي كارت أودينار. مع الناس في الختام نحكيو على عشرات الطلبة والمواطنين اللي لقاو فلوسهم ناقصة في بطاقات السحب الإلكتروني أودينار المعروفة باسم ديدي سيت. مش دينار وإلا اثنين، مئات الدينارات تختفي في لحظات من حسابات أصحابها بطريقة غريبة، والضحايا بالعشرات ويحكيو على عملية قرصنة لحساباتهم. واحدة من المتضررين طالبة اسمها أماني السعيديني تحكي لنا على اللي صار لها وصار مع أصحابها في وبرشا ضحايا آخرين نفس الطريقة ونفس الوضعية. مرحبا بك أماني، أهلا وسهلا على اي اف ام. مرحبا اماني. الو عسلامة، اهلا وسهلا، مرحبا بك للا. مرحبا عسلامة اماني. كيفاش فقتوا انه فما فلوس قاعده تختفي من الكارت دينار نتاعكم؟ والله شفت تغازاق من الاول، عرفت ديما نصب معناها فلوس الكل، مره جيت باش ناخذ تاكسي مروحه معناها من الفاكس الليل، فهمت، ما تعرفش ترونسبورت تونس كيفاش. جيت مروحة باش ناخذ تاكسي والكل، دخلت لدي دي سيت نشوف الكونت نتاعي معايا قداش فيه باش نمشي لأقرب باب باش نمشي نجبد معناها فلوس الكل. هاك شون سكوند هاكا حسيت جات الكار طلعت فيها وما جبدتش فلوس. فوق التليفون في الباهي عملت اكشواليزي، أنا قبل ما نطلع في الكار عندي في الكارت نتاعي 140 دينار. من بعد حسيت عملت اكشواليزي ما كنا فالدينار. بديت أنا قلت ما كيفاه معناها توا. وأنت تعرف روحك ما استعملتهمش؟ ما تعملتهمش، من شفت انا قديش عندي في البنك باش نعرف روحي انا قديش نجبد معناها وباش نروح، فهمت. قلت له في البنك لقاها 20 دينار والكل. وقتها دونك بالجمعه انا نهار الاثنين مشيت عملت ريكلاماسيون في البوست الكل. ما جاوبوني حتى شيء، ديجا نقص لي ستوريك اللي هي معناها انتيغن معناها فما شكون خلص حاجه بالكارت نتاعي ولا حاجه هكا معناها مش جبد من الكارت مش من خلص حاجه جبدت. فوالا دونك خلص حاجه ولا خلي حاجه ولا سافوار هاو الكل. مشيت هكاك الحكايه ودونك انا مهرف الفلوس معناها من جيبي باش ما نصرفش برشا، قلت برا خليني نصبهم في الكارتة خير معناها وقت اللي حاسيه وكان نجبد الكل. كيفاش اكتشفتوا انه فما ضحايا اخرين بخلاف كنتي وانه فما شكون اللي قاعد يقوم بعمليه القرصنه هذه؟ فما 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 شوف فيسبوك، فما باج نتاع الاعمال الحره الناس الكل تتشكى منها، ميم سي فما عبيد معناها انا نعرفهم الفاك والكل، فهمت. هذيك عليه انا ديجا مشيت ريكلاميت عليها الحكايه بعد بجمعه حاسين ولا ايامات اقل من جمعه كيف كيف عاودت صديت 120 دينار اخرين هاك شون سكوند كيف كيف عرفت انا قعدت كشوكي من المره الاولى ديما ندخل معناها نتفقد ولا نلقاهم خليهم دينار و 850 فرنك.
الدينار 850 ما يتجبدوش من ديستريبيتور. مش ما يتجبدوش، هي 5000 ما تتجبدش معناها، ما تعمل لك حتى معناها. مارتين بربي نحب نعرف اماني، شنو الاجراءات اللي عملتهم بخلاف الريكلاماسيون؟ هل جاوبوكم عليها ولا لا؟ هذيك ساعة السؤال الاول. وفما اجراءات اخرى مشيتوا فيهم المتضررين والا قاعدين تستناو مازلتوا؟ لا بيان سور كو نو، جوست ريكلاماسيون باش تعرف انت الفلوس نتاعك تجبدت من الكارت معناها هذيك ولا لا. هي حاجه مستحيله خاطر الكارت تحتي ديجا، فهمت؟ والا كيفاش معناها صارت؟ هي الحكايه في المارتين صارت بيمون انتيغ معناها من الكونت طول خرجت، فهمت؟ معناها ما جبتش فلوس غيرمون فلوس معناها فيزيك، فهمت؟ عاد تخلص بيها حاجه، عاد يعرف لي كوردوني نتاعك، الكود كونفيدونسييل، يعرف النيميرو دو كونت، يعرف كل شيء معناها. ميم احنا كي باش نعملوا لانسكري راهو يطلب عليك نيميرو دو كارت، ويطلب عليك اخر اربع نوامر من الورقه اللي هي ديجا موجوده في البوسطه. انا فيزي ما عنديش معناها، كي نبدا نسحقها نجبد الورقه هذيك اللي خليت بها الكارت، فهمت؟ ويطلب عليك ديجا الكود كونفيدونسييل نتاعك اللي باش تدخل بيه معناها، ولا باش تجبد بيه من برا والكل. دونك نتاع فما شكون ديجا يعرف لي كوردوني هذوما، شكون كيفاش ما نعرفش. الطرف اللي قاعد يقوم بعمليات القرصنه وين مشيت فلوسها طلبه هذوما، خليوا لها دينار وقداش قلت لي اماني؟ دينار و 850 على مرتين. دونك تفقد مبالغ ماليه مرتين. كيف كيف تقولنا زيد عدد كبير من المتضررين الاخرين واللي عملوا صفحه وقاعدين كلهم يتشكيوا من القرصنه هذه اللي قاعده تصير، يصبوا فلوس ما يلقاهمش في الكارت نتاعهم. احنا على اتصال بالبريد التونسي اماني باش نحاولوا نلقاو اجابه لكم انتوما، شنو الحكايه وين قاعده تمشي الفلوس؟ خاطر مش متضرر واحد ولا اثنين ولا ينجم يكون سهي وجبد فلوس ولا استعملهم ونسي الموضوع هذا وما يذكرش. عدد كبير من التشكيات وصلتنا بخصوص الموضوع هذا، واحنا باش نحاولوا نلقاو الرد والاجابه في القريب العاجل يا اماني، نعدوك انت وعدد المتضررين الاخرين. شكرا لك على مدخلتك، شكرا لك اماني سعيدني، يعطيك الصحه. احنا هكا نكون وصلنا لاخر مع الناس لليوم. نذكركم بنمر التليفون تنجموا تتصلوا به في اي وقت وتحكيوا حكايتكم اللي يكونوا حاضرين معنا في مع الناس، هو 58 550 707. نمرو المعد نتاعنا اسامه السعفي على ذمتكم، صباحا مساء يجيب على اتصالاتكم، وصلوا حكايتكم وين ما كنتم موجودين. شكرا ليك اسامه في الاعداد، يعطيك الصحه. نور في الاخراج، ايمان وايهاب على اي اف ام تي في، كنت معكم جيهان بن عبد الله، نقول لكم تشاو تشاو في لما نحن نتقابلوا غدوه كما العاده ماذي ساعه ونص حتى الماذي ساعتين في مع الناس على اي اف ام، احلى راديو.